انا بقول لبورسعيد واهلي في بورسعيد واصحابي في بورسعيد كل سنه وهم طيبين، وان شاء الله هذا النصر نحتفل به دايما، وبورسعيد بخير لان بورسعيد تستحق مننا اكثر من ده كتير، واهل بورسعيد يستحقوا مننا اكثر ان احنا نضحي عشانهم ان شاء الله. يعني تقول لنا يعني النهارده المحافظ اجى وضع حجر، ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ لا ما انا اللي حصل في بورسعيد فوق ما يتخيل اي عقل بشري، في احتفال اهلها باحتفالاتهم بعيد النصر اللي انتصرنا على 3 دول اللي رجعنا طردنا الاستعمار على مر العصور. بورسعيد، بورسعيد هي الخط الاول لمصر في بتاريخها من يوم نشأتها لحد دلوقتي، وان شاء الله ستظل بورسعيد هي الخط الاول لمصر ان شاء الله. يعني